الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع توجو بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن مبادرة 100 مليون صحة باتت نموذجا يحتذى به عالميا. والرئاسات الثلاثة بالعراق تؤكد رفض مبدأ الحرب بالوكالة وسياسة المحاور. التاسعة مساء السابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وتوجو. خلال استقباله رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من تعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، كما أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري وشدد على مساندة مصر لجهود التنمية في توجو من خلال دعم الخطة الوطنية للتنمية. من جانبها أشادت المسؤولة التوجولية بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر، مؤكدة نجاح القاهرة في تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية المتسارعة. نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، وينص القرار على أن يشكل المجلس لمدة سنتين برئاسة رئيس الوزراء وأعضية كل من وزيري التعليم العالي والاتصالات ورئيس أكاديمية البحث العلمي ونائب رئيس مجلس الدولة وممثل عن كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإنتاج الحربي ورئاسة الجمهورية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع وثلاثة من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي للوكالة. هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيسا لهيئة قضايا الدولة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع المستشار أبو بكر، حيث أكد الرئيس الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حريتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون. كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، حيث أشاد الرئيس في هذا الصدد بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير منظمة الصحة العالمية عن مبادرة 100 مليون صحة، وذلك خلال استقباله مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم، حيث نقل المسؤول الأممي للرئيس السيسي التقدير الدولي لجهود مصر المميزة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والإشادة البالغة بالإرادة السياسية وبالمبادرات الرئاسية المتنوعة وللجهود غير المسبوقة لمصر في مجال الرعاية الصحية. هذا وتضمن التقرير الصادر عن المنظمة الدولية التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم خدمة للبشرية والإنسانية جمعاء. هذا وقالت وزيرة الصحة هالة زايد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع مدير منظمة الصحة العالمية في قصر الاتحادية إن الحملة الجديدة للاهتمام بصحة السيدات لا تقتصر فقط على الكشف عن سرطان الثدي، لكنها حملة دائمة تشمل الكشف على جميع الأمراض التي تعاني منها السيدات. حملة السيدات هي حملة مش مقتصرة على الكشف المبكر والتوعية عن سرطان الثدي، ولكن برضو عن السكر والضغط والسمنة والصحة الإنجابية وهشاشة العظام، وبتختص بالسيدات ابتداء من سن 18 سنة. كل جروب له طريقة معينة في السكرينينج أو المسح أو التوعية. الجديد فيها إنها بقت حملة دائمة، هي مش بس ال 28 مليون سيدة اللي احنا بدأنا الحملة من 1/7 في أول 9 محافظات المرحلة الأولى، احنا الحملة دي هنعمل ال 28 مليون سيدة إن شاء الله في سنة، ولكن بقت جزء مؤسسي في النظام الصحي المصري. أي سيدة أو أي بنت تبدأ سن 18 سنة بتخش في السكاتيول، بتعمل لها البرنامج، بتعمل لها الفحص، وبتتوعى وبيتقال لها التشيك اب بتاعها مدى الحياة. فالسيدات اللي هتعمل لهم المسح السنة دي هم هيستمتعوا بالخدمة دي مدى الحياة، وبالتالي كل بنت هتخش في سن 18 سنة
هتبقى تستمتع بهذه الخدمة. منين جبنا الموارد البشر المالية مثل هذه الحملات؟ ده اللي ذكره السيد الرئيس في لقاء مع دكتور تدرس، ان احنا اكتشفنا قد كده الحملات دي تكلفتها من اول المسح والعلاج هو اقل بكتير من ان احنا نسيب الناس تمرض ونبدأ نعالجها. خلينا أقول أحد الأمثلة، إن فحوصات وعلاج فيروس سي سنويا في مصر ومضاعفات فيروس سي كان بيتكلف على الدولة 480 مليون دولار. الحملة كلها من أول المسح للعلاج والفحوصات اتكلفت 260 مليون دولار في سنة أو في 7 شهور، وده شال عبء اقتصادي مش بس على الدولة ولكن على الأسر اللي العائل بتاعها أو الأب أو المصاب بيفقد ساعات عمل وبيفقد دخله وبيفقد يعني كمان دخل الأسرة بيتأثر، والاقتصاد القومي إن جنرال بيتأثر، وإحنا عارفين إن الشعب المصري أكتر من 65% منه تحت سن 30 سنة، وبالتالي محتاجين إن إحنا الفترة الجاية هي فترة المبادرات الصحة العامة علشان نبقي على صحة الناس، وده مش تكلفته بتبقى أقل بكتير من إن إحنا نسيب الناس تبقى مريضة. وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة 100 مليون صحة، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الصحة في قصر الاتحادية إلى انبهاره بالمبادرة التي تعد الأكبر على مستوى العالم في مجال الكشف وعلاج مرضى فيروس سي. رأيت تحقق تلك المبادرة فمن خبرتك كوزير للصحة سابقا أدرك معنى الالتزام على المستوى القيادي، ومبادرة تبادر إلى ذهني في ذلك الوقت هو هذا الالتزام الكبير من قبل الرئيس والحملة الكبيرة العظيمة التي رأيناها في مجال الصحة العامة، ورأينا أن حملة القضاء على فيروس سي هي أكبر حملة على الإطلاق، فتم مسح حوالي 10 ملايين خلال فترة قليلة للغاية، وتم أكثر أيضا فحص أو مسح حوالي 60 مليون شخص، وهذا يعتبر أكثر من حوالي 16% من نسبة السكان، ولذلك أتجرأ لأقول أن هذا التزام كبير وعظيم وحملة عظيمة، وأنا فخور للغاية بأن منظمة الصحة العالمية كانت شريكة في تلك المبادرة ستستمر في المشاركة إلى أن يتم القضاء على فيروس سي من هذه البلاد تماما. مثل ما تعلمون أن القضاء الهدف العالمي للقضاء على فيروس سي هو ينتهي بنهاية عام 2030 2030، إلا أن حتى الآن في مصر يمكن أن يحدث هذا قبل حتى أن نصل إلى عام 2030، وهذا بالتأكيد يمكن أن يحدث، وذلك نتيجة لالتزام الحكومة، وتعتقد منظمة الصحة العالمية وتؤمن بأن مصر قادرة على القضاء على فيروس سي قبل الكثير من الدول التي قامت بحملاتها. لذلك نرى هذا الالتزام ونسمن جهود الحكومة المصرية وجهود الشعب المصري وذلك البرنامج الطموح. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم عبر عن سعادته وانبهاره بمعهد تدريب الأطباء، مؤكدا الاستعانة بقدرات المعهد في بناء معهد تدريب جديد في فرنسا. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها إلى معهد تدريب الأطباء بالعباسية، وأكد أهمية تعاون الشعب المصري مع حكومته التي تعمل بمسؤولية والتزام تام تجاه ملف الصحة، فيما أشارت وزيرة الصحة على زايد لأهمية وجود المسؤول الدولي في مصر وتقديره للمبادرات التي يتم تنفيذها. وجود دكتور تدرس معانا نعتبره حدث كبير جدا عندنا في وزارة الصحة، وأبدى كل الدعم الدائم لمنظمة الصحة، وإحنا شكرنا منظمة الصحة العالمية على دعمها مش بس في 100 مليون صحة ولكن في كل المبادرات وفي التأمين الصحي وحتى في تصنيع البلازما. بنشكر دكتور تدرس على وجوده، وهو شاهد بنفسه غرفة عمليات فيروس سي والأمراض غير السارية و100 مليون صحة، وأشاد جدا جدا بالتجربة المصرية اللي بيقول فيها إن مش لازم تكون عندك موارد كبيرة عشان تقدر تتخلص
من أكثر الأمراض عبء على المجتمع، ولكن بالإرادة السياسية وبالالتزام السياسي وبالدعم السياسي يمكن التغلب على كثير من المشاكل الصحية. طلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تستمر كل الوزارات في جهودها الدؤوبة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة، طلب مدبولي كذلك بالاستمرار في تطبيق الإجراءات المتعلقة بترشيد وضبط الإنفاق الحكومية، فيما أشار وزير البترول إلى تحقيق مصر حاليا أعلى معدلات إنتاج في الغاز في تاريخ مصر. بينما أوضح وزير الكهرباء السعي لجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة في منطقة شرق المتوسط. المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد أكد في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن الإشادات المتوالية من المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري رسالة طمأنة للمواطن بأننا على الطريق الصحيح. عندما تتوالى هذه الإشادات وتقول أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح وتقول أن مصر تسير على الطريق الصحيح، هي رسالة طمأنة لهذا المواطن، ورسالة أيضا تجعله يشعر بحجم المجهود أو نتيجة المجهود الذي بذله. لأن زي ما أنت عارف سيد الرئيس دايما يشيد في كل أحاديثه بصبر المواطن المصري ومثابرته وتحمله تبعات الإصلاح الاقتصادي، ولولا هذا الإصلاح لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من نجاح اقتصادي. فهي في الأساس هذه الإشادات المتوالية رسالة طمأنة لنا جميعا أننا على الطريق الصحيح، وتجعل المواطن المصري يشعر يعني بقدر كبير من الارتياح أنه في النهاية صبر ورأى ثمار هذا الصبر. ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن البورصة المصرية استطاعت أن تتفوق في أدائها منذ مطلع شهر أغسطس الجاري على جميع البورصات الناشئة في العالم. وأوضحت بلومبرج في تقرير على موقع إلكتروني أن شهر أغسطس حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التي استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة، والتي أسهمت في تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى لها في 4 أعوام، لافتة إلى أن هذه المكاسب مرشحة للازدياد. أكد سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار المنطقة. وأكشف السفير الياباني في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن الاستثمار الياباني بمصر يشهد ارتفاعا متواصلا منذ عام 2015 بفضل البنية الاقتصادية والسياسية المستقرة في مصر. مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار في دول المنطقة مثل ليبيا والسودان، وأؤكد أنه لا غنى عن مصر قوية ومستقرة وذات مستقبل إيجابي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة ككل. الاستثمار الياباني بمصر في ارتفاع منذ عام 2015 بفضل البيئة الاقتصادية والسياسية المستقرة في مصر، وتستثمر الشركات اليابانية في مجالات واسعة وبالأخص في قطاعي السيارات والطاقة. وقد أبدى رجال الأعمال اليابانيون سواء في البعثة التي زارت مصر في شهر مارس الماضي أو في اجتماع المائدة المستديرة مع الرئيس السيسي على هامش مجموعة 20 في يونيو باليابان، أبدوا اهتماما قويا بمصر. وصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامتها. المزيد في سياق التقرير التالي.
في إطار نهج وزارة الداخلية الذي يهدف إلى التيسير على المواطنين في كافة المواقع الشرطية الخدمية، فقد واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إجراءاتها نحو تيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على مصدرات الإدارة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، حيث تم رصد هذه الحالات وإنهاء الإجراءات الخاصة بها سواء داخل مكاتب رؤساء أقسام الجوازات أو خارجها. من هذه السنة شهدنا حادثا مؤسفا، إذ أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهذه المعاهدة كانت هامة للغاية في سياق ضمان الأمن الإقليمي والدولي، وهذه المعاهدة كانت قد وقعت خلال الحرب الباردة في وضع صعب كان يشوب العلاقات الدولية، ولكن ومع ذلك فإن القادة الأمريكان والروس قد وقعوا على هذه المعاهدة والتي كانت ذات أهمية بالغة على المستوى الدولي، وهذه الوثيقة قد ساهمت في إرساء جو من الثقة. وفي تلك الظروف خبر العالم تغييرات وصفها المجتمع الدولي بصفتها أساسية، فالبشرية تمكنت من تلافي هذا الخطر والتركيز على التنمية، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تحسين حياتنا جميعا. وخلال فترة من الزمن احترمت المعاهدة من قبل البلدين، ولكن وبعدها أصبح من الجلي أن هذه المعاهدة على غرار صكوك أخرى تتعلق بمراقبة الأسلحة أو عدم انتشارها أصبحت تؤرق أصدقائنا الأمريكان، والأمريكان أصبحوا يفرضون على غيرهم تدابير أحادية الجانب على المستوى الدولي. وأول ضحية لهذه الطموحات طموحات واشنطن في 2003 المعاهدة ABM، معاهدة الصواريخ التيسارية، معاهدة نضلت من أجلها روسيا، ولكن بعدها الأمريكان قالوا بأنهم يودون نشر في أوروبا الشرقية صواريخ مضادة للقذائف، وبعدها قيل لنا بأن هذه الأنظمة الرادعة لن تستخدم ضد الولايات المتحدة، ولكن عندما انتشر هذا النظام في رومانيا أصبح من الواضح بأنه من الممكن أن يزود بصواريخ من نوع توماهوك، وهذا أمر تحضره معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وأردنا استرعاء انتباهكم إلى هذه المسألة، ولكن يبدو وكأننا كنا على صواب. في 18 من أب أغسطس وبعد أسبوعين من انسحابها من المعاهدة، فإن الولايات المتحدة قامت بتجربة إطلاق صواريخ من نوع NK-41 متوسطة المدى، وبالتالي لم تعد هناك من تقييدات بشأن تطوير أو نشر هذا النوع من الأنظمة، ومن ثم وبعد الانسحاب من معاهدة الأسلحة أو الصواريخ التيسارية أصبحت معاهدة ستارت الآن في خطر، وستنقضي معاهدة ستارت في شباط فبراير 2021 وأصبحت مهددة الآن. وإن إحصائيات الإدارة الأمريكية قد خلصت مرات عدة إلى أن الولايات المتحدة لا تود الحفاظ على معاهدة ستارت أيضا، ومنذ أو بعد أيام من الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسط المدى بدأت الإدارة الأمريكية بإطلاق التهديدات، وواشنطن يبدو وكأنها كانت تريد الوصول إلى هذا الوضع، وقامت بانتهاك هذه المعاهدة
والأمر كذلك منذ وقت طويل، وإلا فكيف من الممكن أن مارك إسبير وهو مدير البنتاغون في مطلع أغسطس أعلن عن إمكانية نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في غضون أشهر؟ فمن غير الممكن إنشاء أو ابتكار هذا النوع من الأسلحة في وقت قصير من الزمن. سيدتي الرئيسة، نحن لم ندعو إلى عقد هذا الاجتماع من أجل توجيه الاتهام إلى الزملاء الأمريكان واتهامهم بالنفاق، ولكن هذه أمور قد أقر بها الخبراء واليوم، وحتى إذا ما قيل لنا بأن تدابير الاتحاد الروسي التي أدت إلى انسحاب بلدنا من هذه المعاهدة، إلا أن أفعال واشنطن توضح العكس، ولكن هذا ليس همنا اليوم. نحن نرى بأن الوضع مع الزملاء الأمريكيين واضح، ولكننا متفاجئون حيال موقف الزملاء الأوروبيين. لعلكم تتذكرون أنه في ديسمبر كانون الأول 2018 الاتحاد الروسي كان قد قدم مشروع قرار إلى جمعية العامة لدعم معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، ومشروع القرار ذاك لم ينتقد أبدا الولايات المتحدة، بل ودعا فحسب إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية المشاكل التي تتصل بالمصالح الوطنية والأمن الوطني لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدون استثناء. وكنا قد حذرنا آنذاك من مغبة إنهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، إذ أن ذلك يهدد المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار، وأيضا قد ينذر ببداية واستئناف سباق نحو التسلح. آنذاك الشركاء قد أصغوا لنا، ولكن ليس الشركاء الأوروبيين حلفاء واشنطن، فقد صوتوا ضد مشروع القرار في ديسمبر. ألا تعلمون بأنه الموافقة على ما تقوم به الولايات المتحدة، فنحن نعود إلى الوراء حيث تضررت مدن أوروبية بهذا النوع من القذائف. دعونا لا نسلك هذا المسار حتى وإن كانت الولايات المتحدة تود أن تعرض أو تستعرض عضلاتها. فهذا الوضع قد يتكرر لاحقا، بسبب طموحات جيوسياسية أمريكية قد نحيد أو قد نقترب من سباق نحو التسلح، السباق يصعب التحكم فيه، وهذا أمر يثير انشغالنا، ولكن لا يبدو أنه مقلق بالنسبة للزملاء الأمريكيين. وحسب ما قال دونالد ترامب فإن الولايات المتحدة مستعدة للسباق نحو التسلح لأنها قادرة على تجاوز أي منافس لها في هذا المجال. وتم تقديم بعض الإحصائيات، ميزانية العسكرية للولايات المتحدة قد وصلت إلى 700 مليار دولار، وأيضا ميزانية تحالف الناتو قد تجاوزت 1000 مليار دولار. وفيما يتعلق بالميزانية العسكرية لروسيا لم تتجاوز 60 مليار دولار، أي 20% أقل من ميزانية الناتو. واليوم وبعد التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة هذه الأرقام قد ترتفع، فالرئيس الأمريكي كان قد أشار إلى ذلك. والنفقات من أجل تطوير أسلحة تحضرها معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى قد قدمت في الميزانية العسكرية الأمريكية قبل نهاية أو قبل الانسحاب من هذه المعاهدة. وفي سياق التنمية المستدامة قد يكون من الأحسن أن نساعد الأكثر احتياجا البلدان النامية بهذه الأموال التي ينفقها الشركاء الغربيون على ميزانيتهم العسكرية. وعليه فإن الولايات المتحدة التي تساهم في دفع ميزانية الأمم المتحدة، وهذه السنة لم تتعد هذه المساهمة 10 مليار دولار، فإن هذه المساهمة بها نوع من البخل
هل ستتحملون مسؤولياتكم بشأن ما حدث، في حين أنكم تقولون بأن الاتحاد الروسي بل وحتى الصين هم الذين يشكلون أكبر مصدر للتهديد؟ وبالرغم مما قلت، دعونا لا نفقد الأمل بأن المنطق والعقل سيتغلبان على الوضع، لا سيما لدى الزملاء الأوروبيين. ولكن الآن ينبغي أن نرى المبالغ التي ستنفق قبل أن يتم الالتجاء إلى العقل والمنطق. ولكن من جهتنا نحن مستعدون لمباشرة حوار جدي من أجل ضمان الاستقرار والأمن الاستراتيجيين، وذلك مرهون. ولكن وإذا ما كان الأمر بين أيدينا فقط فلم نكن لنصل لهذا الوضع، ولكن دعونا نتحلى بالواقعية. فبكسر الأشياء نحن لا نبنيها، ونحتاج إلى محادثات بشأن الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة الأسلحة، فقد يستغرق ذلك سنوات بل وعقود. ولكن إذا ما قمنا بتسوية المشاكل المتصلة بالتدابير غير المسؤولة لواشنطن فعلينا أن نفعل ذلك الآن وفورا. شكرا للاتحاد الروسي، ولن أعطي الكلمة للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة، وأود أن أشكر وكيلة الأمين العام السيدة ناكاميتسو على إحاطتها اليوم. الزملاء الأعزاء، دعونا نتحلى بالوضوح بشأن علة وجودنا هنا اليوم. الولايات المتحدة انضمت إلى هذه المعاهدة مع الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات، وقبل عقد من الزمن الاتحاد الروسي قرر انتهاك التزامات هذه المعاهدة وأيضا إطلاق صواريخ تحضرها المعاهدة. وخلال السنوات الأخيرة فإن الاتحاد الروسي طور وإن أنتج وجرب العديد من الأسلحة من نوع M9729، وبعد ست سنوات من الجهود الأمريكية من أجل دفع الاتحاد الروسي إلى احترام المعاهدة، إلا أن الاتحاد الروسي قد انسحب، والولايات المتحدة لن تكون طرفا في معاهدة تنتهك بشكل متعمد من قبل الاتحاد الروسي. والحلفاء في الناتو الآخرين قالوا بأن الاتحاد الروسي قد انتهك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. ونحن هنا لأن الاتحاد الروسي انتهك هذه المعاهدة في حين أن الولايات المتحدة كانت تحترم هذه المعاهدة. وفعلا الاتحاد الروسي والصين يودان عالما تتحالى فيه الولايات المتحدة بضبط النفس، في حين يواصلان فيه ما مساعيهما، و إن الاتحاد الروسي قد نشرت هذا النوع من الصواريخ في أوروبا في حين أن المعاهدة كانت داخل حيز النفاذ، وقد إذن وصلت النظام الصواريخ 9M729 ما في ذلك في غرب الاتحاد الروسي من أجل استهداف أهداف أوروبية، وذلك والصين قد نشرت آلاف من القذائف متوسطة المدى من أجل تهديد الولايات المتحدة وحلفائها. سيد الرئيس، إن المعاهدة لا يمكن أن نقول بأنها لم تعد موجودة بسبب الاتحاد الروسي، ولكننا اتخذنا الخطوات اللازمة بعد نشر الصين والاتحاد الروسي لكم كبير من الصواريخ. و الاتحاد الروسي قد طور أو أطلق العديد من الصواريخ، وقد أطلقت الصين أكثر من 2000 صاروخ محظور من هذه المعاهدة. إذا ما كانت الصين إذا انضرب في هذه المعاهدة، فهذه التجربة ليست مخلة بالاستقرار، ولا يمكن أن نقول بأنها غير مسؤولة، بل وهي استجابة لما فعله الاتحاد الروسي. وفي سياق ما
وفي سياق جهودنا فهي تعود إلى ديسمبر 2018، فإن الأبحاث التي قمنا بها لم تكن محظورة بموجب المعاهدة، وإن مطلق الصواريخ الذي استخدمناه غير محظور، فإن فنحن استخدمنا نفس العناصر الهيكلية ونحن بالتالي لم ننتهك التزام. كان هذا جزءا من جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك حول التجربة الصاروخية التي أجرتها واشنطن والتهديدات وأبرز التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. مهمتنا حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. نبقى في مجلس الأمن، حيث أكد أن تنصيب رئيس الوزراء السوداني وتشكيل المجلس السيادي خطوات مهمة لتحقيق السلام والأمن لشعب السودان. وأشاد المجلس في بيان بالتزام السودانيين بالانتقال السلمي، ورحب بتعهد الحكومة بضمان التطبيق الفعال للاتفاقات الانتقالية، مشددا على الحاجة إلى الاستئناف العاجل للمفاوضات لإيجاد حلول سلمية للصراعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، معربا عن التزامه بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مواصلة الجامعة دورها الداعم للسودان خلال المرحلة الانتقالية. هذا وقد وجه أبو الغيط التهنئة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، متمنيا له النجاح والتوفيق في الاطلاع بمهام منصبه، وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان. التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ممثلين عن قوى اعلان الحريه والتغيير، وقالت مصادر سودانيه ان حمدوك عقد اجتماعين مع قيادات قوى الحريه والتغيير وزعيم حزب الامه، تناولا التحديات التي تنتظر حكومته. واشارت المصادر الى ان الاجتماعين ركزا على معايير اختيار وزراء الحكومه الانتقاليه الجديده. سيطر الجيش السوري على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وبدأ عمليات التمشيط ونزل ألغام فيها. يأتي هذا فيما أعلن الجيش السوري فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماه الشمالي. المزيد في سياق هذا التقرير. منذ نحو 5 سنوات، أي تقريبا في عام 2014، لم يستطع الجيش السوري أن يخطو داخل أرض مدينة خان شيخون بعدما سيطرت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة، لكن الآن انقلب الوضع وتمكن الجيش السوري أخيرا من السيطرة على المدينة الواقعة جنوب محافظة إدلب في انتصار جديد على الجماعات الإرهابية. قوات الجيش توغلت وبدأت في التقدم بكبرى مدن ريف إدلب الجنوبي وسط معارك عنيفة خاضتها مع الجماعات الإرهابية المسلحة، ليبدأ الجيش السوري مهام التمشيط ونزع الألغام التي زرعها الإرهابيون. معارك ضارية خاضها الجيش السوري في شمالي غرب البلاد لتكون خان شيخون مركز الاهتمام، نظرا لأهميتها الاستراتيجية في خطة الجيش لاستعادة إدلب آخر معقل في قبضة الجماعات الإرهابية المسلحة، ولعل وقوع المدينة على الطريق الذي يصل حلب مرورا بحماة وحتى جنوب سوريا أكسبها تلك الأهمية. كما تأتي السيطرة عليها ضمن استراتيجية السيطرة على المحاور والدخول إلى المدن الأساسية في إدلب. سيطرة الجيش السوري على خان شيخون جاءت بعد انتصار آخر سيطرت القوات فيه على بلدة الهبيط، البوابة المؤدية إلى ريف إدلب الجنوبي.
ومع هذه التطورات أعلن الجيش السوري فتح ممرات آمنة للمدنيين الراغبين في الخروج من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية في شمال غربي سوريا، وذلك في إطار الاهتمام بأوضاع المدنيين والتخفيف من معاناتهم. قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده لن تتراجع عن مكافحة التنظيمات الإرهابية ومطاردة فلول الإرهابيين حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية وإعادة الأمن والاستقرار إليها. وخلال استقباله المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا، أشار المعلم للأهمية التي توليها سوريا لعلاقتها مع الصين وإلى تقديرها لموقف بكين الداعم لها في حربها على الإرهاب وإلى دورها المهم على الساحتين الدولية والإقليمية، مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتأمين احتياجات مواطنيها وتأمين مقومات عملية إعادة الإعمار، خاصة في ظل الصعوبات التي يفرضها الإرهاب الاقتصادي. أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة احترام كل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن الوضع في إدلب السورية، وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخروفا أن تلك الاتفاقيات تهدف إلى مواصلة محاربة الإرهاب وفي الوقت نفسه ضمان أمن المدنيين. دعت الرئاسات الثلاثة في العراق إلى فتح تحقيق حول تفجيرات مخازن الأسلحة التي وقعت مؤخرا في بغداد وصلاح الدين. وخلال اجتماع مشترك في قصر السلام ببغداد، أكدت الرئاسات الثلاث أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية الرفض لمبدأ الحرب بالوكالة ومراعاة سيادة العراقي وأمنه واستقلاله ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والنأي بالبلد عن أن يكون منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة. هذا وكشفت وزارة الدفاع العراقية عن تفكيك خلية إرهابية جديدة في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، فيما نفذت القوات الأمنية العراقية عملية أمنية في محافظة ديالى أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين بينهم 4 انتحاريين من ضمنهم ما يسمى بإعلامي ولاية ديالى، وذلك بعد اشتباكات عنيفة. في تونس قابلت المحكمة الإدارية طعون 4 متقدمين بملفات الترشح للانتخابات الرئاسية. كانت الهيئة العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراقهم ليعودوا بذلك إلى سباق الرئاسة مرة أخرى. هذا فيما صادق البرلمان التونسي بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات خلال جلسة استثنائية عقدت بناء على طلب مقدم من 77 نائبا، وفي إطار المساعي لضمان احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86. فوض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل. وقال الشاهد أن تلك الخطوة تأتي لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويعد الشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة التي تعقب وفاة الرئيس الباقي جايد السبسي الشهر الماضي. في الشأن الليبي، قالت مصادر عسكرية ليبية أن الجيش الوطني تقدم إلى مدينة غريان جنوبي طرابلس من عدة محاور. من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش الليبي من صد هجوم للجماعات الإرهابية على تمركزات الجيش جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح الجيش أنه تم استهداف آليات المسلحين بمدفعية الهاون، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.
فيما قتل 10 من الجماعات المسلحة الإرهابية وأصيب 18 آخرون في عملية للجيش الليبي بمنطقة السباعة. أصدرت المحكمة العليا الجزائرية مذكرة ضبط دولية ضد وزير النفط الأسبق شكيب خليل بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد. وكانت المحكمة قد أعلنت في إبريل الماضي أنها استدعت خليل لسماع أقواله بشأن صفقتين أبرمتهما إحدى الشركات الجزائرية مع شركتين أجنبيتين، حيث أنه مشتبه بتهريب أموال للخارج وإبرام صفقات غير قانونية. قال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد أن الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن بلاده ما زالت تبذل قصارى جهدها لمساعدة اللاجئين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية الأردني مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، حيث بحث الطرفان سبل استيعاب أثار موجات اللجوء الموجودة على أراضيها وعددا من القضايا المشتركة. زار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لأول مرة منذ توليه منصبه العاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو في قصر الإليزي لبحث إعادة فتح مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال ماكرو أن مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا، مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى حل خلال 30 يوما حول مسألة الحدود الأيرلندية من أجل تأمين بريكزيت منظم. وأنا هنا أقول له كصديق وكحليف للمملكة المتحدة بأن هو فقط يستطيع، أو المملكة المتحدة هي وحدها ستستطيع أن تختار مصيرها وعلاقاتها المستقبلية مع أوروبا. نحن من جانبنا نحن نستعد بفعالية لمواجهة كل السيناريوهات الممكنة بما في ذلك الخروج دون اتفاق في نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول. هذا ليس خيار الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا التزام إزاء مواطنينا، إزاء شركائنا وشركاتنا، وإزاء اقتصادنا. ولكن أنا أعرف بأن مستقبل المملكة المتحدة هي ستكون دائما في أوروبا، لأن الجغرافيا عنيدة بهذا الشأن. وأنا أعبر له بأن المستقبل سيؤكد على ذلك بغض النظر عن الأوضاع والاضطرابات. من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 من أكتوبر المقبل، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي لأن لندن ترغب في أن يتم بريكزيت بشكل منسجم سواء تم ذلك باتفاق أو بدونه. نحن قمنا بالكثير من أجل ضمان الانتقال بعد 31 من تشرين الأول أكتوبر، وهناك اتفاقات تشمل بالخدمات المالية والطيران. ما نريد القيام به حاليا هو أن نقوم بكل جهدنا بين الطرفين حتى نكون متأكدين من أجل الحصول على اتفاق، حتى يكون هذا الخروج خروجا ملائما للشركات والمواطنين. ناقشت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء كبار بحكومتها مع نظرائهم الهولنديين سبل معالجة تغير المناخ. وخلال اجتماع في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء الهولندي مارك روتا تم تناول الإجراءات الهولندية في هذا الصدد، والتي تضمنت فرض ضريبة الكربون وزيادة مواقف الدراجات في محطات السكك الحديدية، وذلك من أجل خفض انبعاثات الكربون في البلاد بمقدار النصف بحلول عام 2030. يواصل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا اليوم الثاني على التوالي مشاورات تهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تهز البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. والتقى ماتريلا مع الأحزاب الرئيسية من بينها حركة خمس نجوم وحزب الرابطة اليمينية المتطرف بعد انهيار ائتلافهما بعد يوم من لقائه مع رئيسي غرفتي البرلمان، وذلك في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية بالبلاد. وقال زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني أن الطريق الرئيسي بعد استقالة رئيس الوزراء يكون بانتخابات مبكرة.
تواصل فرنسا استعدادها لاستضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمشاركة الرئيس السيسي، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 24 إلى 26 من أغسطس الجاري في جنوب غرب فرنسا. المزيد حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل حسام حداد موفد إكسترا نيوز إلى قمة الدول الصناعية السبع. أهلا بك حسام وأرحب بك على إكسترا نيوز، وما الجديد لديك هناك وما هي، وأطلعنا ربما على أبرز الاستعدادات التي تتم حولك. اهلا بك كمام واهلا بحضرات الساده المشاهدين. زي ما ذكرنا في الرساله السابقه، احنا فعلا موجودين في مدينه بياريتس، المدينه اللي بتقع في جنوب غرب فرنسا على الحدود الفرنسيه الاسبانيه. تقريبا المدينه بيفصلها بالحدود الاسبانيه 30 دقيقه بالاتوبيس. هي بتطل على المحيط الاطلنطي كما ترى من خلفي. هي مدينه سياحيه في المقام الاول، منتجع سياحي مشهور في اوروبا، في عدد كبير جدا من السياح. المدينة كانت معروفة في القرن الـ12 بصيد الحيتان، وهي منتجع من القرن الـ12 تقريبا، هام جدا بالنسبة للنبلاء وملوك فرنسا والإمبراطور الفرنسي. من بعدها تطورت المدينة لتكون مدينة سياحية متاحة لجميع السياح من مختلف دول العالم، بيزورها آلاف السياح سنويا. أيضا زي ما ذكرت بتستضيف هذه المدينة الصغيرة قمة الدول السبعة أو الدول الصناعية السبع الكبرى اللي هتكون بتستضيفها فرنسا في هذه الدورة، واستلمتها من كندا في الدورة الماضية، وحتستضيفها الولايات المتحدة بتسلمها من فرنسا في هذه الدورة. طبعا الدول الصناعية السبع كانت أول انعقاد ليها تقريبا في 5 أبريل سنة 1900 أو في أبريل 1973، لما حصلت مشكلة البترول في العالم، وكانت نبع جزء كبير منها من قطع الإمدادات العربية للبترول ضغطا على الدول الغربية للخضوع بعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية، وما تلاها من أزمات في البترول وأزمات في سعر صرف الدولار، اللي دفع الولايات المتحدة لخفض سعر صرف الدولار. واجتمع وزراء خارجية أو وزراء مالية في هذا الوقت دول السبع الكبرى في دعوة من الرئيس أو الوزير في هذه الفترة، الوزير الأمريكي، اللي دعا نظراءه من ألمانيا وفرنسا لبحث هذه المسألة. ثم بعدها هذه المقابلة عرفت بمجموعة المكتبة، وكانت الدوافع وراء تأسيس مجموعة السبع، وكان زعماء الدول موجودين، وكانت أهم قمة لدول السبعة، أو هي كانت القمة الأولى اللي اتعقدت في نوفمبر سنة 75 اللي عقدت تحت اسم قمة ترامبويه، وهي أول ميلاد لقمة غربية، وكان دعا ليها كمان الرئيس الفرنسي في الوقت ده فاليري جيسكار دستان. وأتى بعدها القمة الأخرى التي عقدها أو دعا إليها الرئيس الأمريكي آنذاك الرئيس فورد، وعقدت في دولة بورتوريكو التابعة طبعا للعلم الأمريكي. إذا حبينا نتكلم اقتصاديا شوية وأرقام عن دول السبع الصناعية الكبرى، فهي بتمثل تعداد 10% من تعداد سكان العالم، 46% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل الاتحاد الأوروبي نفسه في هذه القمة أو في جميع قمم الدول الصناعية السبع منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي. أصبحت 7+1، الاتحاد الأوروبي بيشارك، وحيبقى موجود هنا كمان صندوق النقد الدولي بيمثل في هذه القمة. وهناك دائما ما تكون دعوات لبعض الدول خارج مجموعة السبع للمشاركة، وعلى رأس هذه الدول المدعوة بشكل خاص تأتي مصر، ويمثل مصر بكل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة، من المنتظر أن يكون موجود. أمام زي ما أنت شايف قدامك في الصورة وحضرات السادة المشاهدين شايفين، ده الشاطئ الأساسي للمدينة السياحية، في عدد كبير جدا من السياح، في تأمين ضخم وقوي لهذه المدينة على حدودها. كمان في المطارات هتغلق مساء اليوم، محطات القطار ستغلق مساء اليوم أيضا، عدد كبير جدا من العربات سيتم منعها من الدخول إلا إذا كان صاحب هذه العربة أو من السياح حاصل على تصاريح للدخول وحجوزات مسبقة بعد أن يتم الاستعلام عنه من قبل قوات الأمن المسؤولة. عدد كبير من طائرات الهليكوبتر بتؤمن هذه المنطقة أو المدينة، عدد كبير من رجال الأمن ورجال العمليات الخاصة الفرنسيين وبعض من الاتحاد الأوروبي مشاركين في تأمين هذه القمة. القمة بيأتي على رأس المواضيع اللي هتتم مناقشتها فيها، الإرهاب واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت لتسهيل العمليات الإرهابية، وهنا بتكون دور مصر في هذه المشاركة، خصوصا أن احنا في فترة زمنية وحتى فترة قريبة بنواجه الإرهاب، وكان لنا باع طويل زي ما بيذكر دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية الدور المصري في مواجهة الإرهاب. زي ما احنا شايفين في على يسار الصورة، وهو ممنوع
أو على يمين الصورة على يساري أنا في الكازينو أو المكان الأساسي اللي حيتم فيه عقد الاجتماعات الثنائية ما بين قادة وزعماء الدول المشاركة في هذا أو في هذه القمة. على اليمين من الناحية الأخرى هناك أوتيل دو بايلي اللي حيكون في افتتاح هذه القمة بمشاركة الدول السبع الكبرى اللي حيكونوا موجودين في تمثيل كبير الصراحة من رؤساء وقادة الدول. في كندا رئيس الوزراء جيسون ترودو، فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون، ألمانيا المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، إيطاليا رئيس الوزراء باولو جنتيلوني، اليابان رئيس الوزراء شينزو آبي، المملكة المتحدة وزير الجديد أو رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون اللي حيكون بكل تأكيد في من الموضوعات المطروحة بقوة هي الخطط الاقتصادية لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد ما بوريس جونسون وصل للحكم وطلب أنه يخرج بدون اتفاق. أيضا حيكون في مشاركة من الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب بكل تأكيد بعد أيضا العقوبات التي فرضت على الصين في الفترة الأخيرة بعدد مليارات ضخم جدا وتأثير ذلك على حركة التجارة والاقتصاد العالمي. وأخيرا من الاتحاد الأوروبي حيكون في رئيس المجلس دونالد تسك ورئيس المفوضية جان كلود يونكر. من المنتظر وصول الوفود في مساء الغد وحتى صباح اليوم التالي، اليوم الأول للقمة يوم 24 يوم السبت القادم. أمام دي آخر المعلومات المتاحة لنا، هنكون متابعين معاك دايما على أكسترا نيوز من النهاردة وحتى آخر أيام القمة بكل تأكيد، ومع السادة المشاهدين أجواء هذه القمة، قمة الدول السبع الصناعية بياريتس فرنسا 2019. الزميل حسام حداد مفد إكسترا نيوز إلى فرنسا، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وبالتأكيد كما قلت سنتواصل معك لاحقا حتى ختام أعمال هذه القمة، قمة الدول الصناعية السبع الكبرى. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. بالعودة إلى نشرتنا، أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتل حمزة بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابية أسامة بن لادن. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية أمريكية خاصة داخل أفغانستان على مقربة من الحدود مع باكستان، مشيرا إلى أن العملية التي كانت تستهدف قادة في تنظيم القاعدة تمت جوا وبرا. قال المعهد القومي البرازيلي لأبحاث الفضاء إن عدد الحرائق في الغابات المطيرة في الأمازون يزداد بوتيرة قياسية. وقال المعهد إنه تم رصد 72 ألف حريق من شهر يناير وحتى 20 من أغسطس، وهي زيادة ب 83% عن نفس الفترة من العام السابق. ونشر مرصد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الأرضي صورا على موقع إلكتروني تظهر غطاء من الدخان يغطي مساحات شاسعة من الغابات الواقعة في أمريكا الجنوبية. وقال المرصد أن الدخان كان يتدفق في السماء فوق آلاف الأميال من الغابات وفوق حدود البرازيل مع بوليفيا وتشيلي وبيرو. في أخبارنا الرياضية، توجه السباح المصري عبد الرحمن العربي بذهبية سباق 50 متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في المغرب، وذهبت الميدالية الفضية بنفس السباق لمواطنه المصري علي خلف الله. وحصد السباح المصري مروان القماش بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر حر، كما أحرز ياسين الشماع على الميدالية البرونزية في السباق ذاته. وحصدت السباحة المصرية فريدة عثمان الميدالية الذهبية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليا في المغرب. وأحرزت السباحة المصرية المركز الأول وذهبية سباق 50 متر فراشة، وتوجت هانيا مورو بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة. هذا وأحرز المصري عبد الخالق البنا الميدالية الفضية بسباق القارب الفردي 500 متر في منافسات التجديف بدورة الألعاب الأفريقية. في السباق ذاته حصد المصري محمد كوتا برونزية سباق القارب الفردي 500 متر. بهذه النتائج نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري مع توجو بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن مبادرة 100 مليون صحة باتت نموذجا يحتذى به عالميا. والرئاسة الثلاثة بالعراق تؤكد رفض مبدأ الحرب بالوكالة وسياسة المحاور. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.